بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهات. هنفتح كتابنا صفحة 12، عندنا هناخد الصفحة بتاعت القواعد اللي احنا بناخدها دايما. La sœur de mon copain، طبعا هناخد كلمة ميتسا. ليه خدنا ميتسا؟ أخت صديقي بتكون صيدلية، صيدلي ولا طبيب ولا مدرس ولا ممرضة. طبعا احنا عارفين ان كلمة ميتسا انفاريابل، ما بتتغيرش، فهي ستة. باقي الكلمات لها مؤنث، يبقى الوحيدة اللي تصلح مذكر ومؤنث ميديسا. طيب ايه تونا في؟ طبعا تونا في افي يعني رأي، وكلمة واندو في معناها رأي، ودول الاتنين مذكر وبياخدوا كل طبعا مذكر. ما طبعا وجهة نظرك عن رياضة البيتونك اللي هي الكرة الحديدية. الجملة اللي بعدها، في الجملة هنا بنقول عادل اكري موا، عادل اكتب لي، عادل اكتب لي، وبعدين عنوانك. عنوانك طبعا لابد تاخد تون ادريس، عنوانك ليه طبعا تي جمع، اما تا وما فطبعا ما ينفعوش مع اسم مندوب بحرف متحرك. سيان بقى كان مذكر او مؤنث، بس طاو وما او طاو ايه وما مستبعده هنا في الجمله اللي قدام. طبعا كان في جمله اللي هي 201 كنت انا ما حلتهاش واللي فاتت على اساس اشوف ارائكم فيها. الجمله طبعا اختياراتها غلط، وبناء على ذلك هي مستبعده، لان كلمه برودوي مذكر، فيعني ما حدش يجاوب. انا مش مجرد مش سبتها عشان الاجابه. الجمله اختياراتها كلها مؤنث، وهي المفروض ان هي مذكر. فشاك ما تاكل صباح لسولي سلاف، يعني الشمس تشرق. طب ليه خدنا سلاف؟ طبعا دي مستبعده، دي مصدر فعل، ده ماضي. والشمس تشرق ده عاده متكرره تحصل كل يوم، او بنسموها حقيقه ثابته عندنا، لان ما زالت الشمس تشرق من الشرق، وما زلنا عايشين في الحقيقه دي. فطبعا سوف تشرق في الخامسه والنصف، ممكن تمشي فا سيكو شير. بس هو قال لي في الجملة شاك متى، شاك متى بتدل على المضارع، شاك متى بتدل على المضارع. أميرة بورتان بول، يعني أميرة بترتدي بلوفر، قال شو، هي بتشعر بالحر طبعا. طبعا بتشعر بالحر هنا يبقى لأن أفار شو يشعر بالإيه، بالحر. طبعا ما ينفعش هي تكون حر، لا، لو كانت شود اخرها او كنا قلنا تكون. في طبعا ما بتجيش الا مع ال، طبعا معناها مش مناسب هنا، او مش هتبقى ماشيه، هي تذهب او هي ماشيه، لا مش هتمشي. سي سون فو كادو، يعني دي هداياكم، يبقى هي بتاعتكم. جميل، بس هنا سؤال واجابه، يبقى بتاعتنا احنا، يبقى نو تبعنا، لان هنا اجاب بالاثبات اللي هي بكلمه وي. أميرة مونجا، يعني أميرة بتاكل فاكهة. احنا هنا عندنا كو، طالما كو موجودة في الجملة وقبلها اسم يبقى في مقارنة، وخاصة ان في مقارنة ومقارن به، يعني هي بتاكل كتير من الفاكهة. طبعا هنا هنقوله عندنا كو يبقى بلو كثيرا، مونجا كل كتير من الخضروات، كثيرا من الخضروات. عن المقارنة هنا مقارنة فاكهة عن خضروات طبعا، والمقارنة هنا مقارنة اسم، فلابد ادور على حاجة في اخرها دو. بكودو مستبعدة لانها مش في المقارنة، لوجود كو هنا في الجملة، وكو دي السنيد بتاع المقارنة، فوجوده بيعرفني ان انا في قاعدة المقارنة. فوزافي او جازوز، كلمة او جازوز دي كلمة مؤنث، هتاخد دو ال ابوستروف، ماشي دو ال ابوستروف. وانا طبعا فوزافي افوار مع الجملة ما فيهاش مشكلة، يعني ما فيش عندي هنا ظرف كمية، ما فيش عندي نافية، الجملة مظبوطة. هاخد دو ال ابوستروف عشان ما هي مؤنث مبدوع بحرف متحرك. سويتي فو فواياجيغ اسوان، لو عايز تسافر اسوان خد الطائرة، ما تقوليش ارحل، لان ارحل في الطائرة عايزة حرف جر، اذهب في الطائرة، تعالى في الطائرة، يبقى برون، لان بروندر واتوندر وتليزير وكوندوير وتروفير وامير وبريفرير وادورير وديتستا. الافعال دي، الافعال اللي هي بتاخد ايه؟ بتاخد كومبليمون دوبجي دوريك، مفعول مباشر. خلاص دي هاخدها. جيتي بريزونت، انا اقدم لك صديقتي في الفصل. صديقتي ما مؤنث اهي، ما واضحه. طب ينفع اقول انا بقدم؟ طب ما هو انا، يبقى جو، يبقى هروح لمون مامي،
فخلاص بقى محدش يقول لي بقى دي مفرد دي جمع فطر كده وهكذا. داكور ماشي. جنم بقى انا لا احب، طبعا انت عارف ان فيرب ايمي من ضمن الافعال اللي ما بياخدوش نكره مع المأكولات والمشروبات الا في حالات معينه طبعا، بس انا عارف ان دايما مش هتاخد الا معرفه في القاعده اللي احنا درسناها في مناهجنا احنا، فعلى طول هاخد ليه ليه بواسون سيلي. طب هي مش منفيه، ما احنا قلنا بقى ادوات المعرفه ما بتتاثرش بالنفس، ايميرو بريفيرير وادوريل وتستير، درسنا لك احنا القاعده ان انت خد دايما معاهم معرفه. البارل هي تتحدث الى جمع، الوحيده الجمع هنا سي سي زامين، وقال بتاخد سونسا سي اللي بعد النقط جمع، خلاص يبقى الجمله معروفه. مدام اين وبعدين اجازه، طبعا اين هنا هتبقى بصين تقضي الاجازه يبقى اخر واحده، احنا عندنا افوار طبعا هنا ده الفعل المساعد فمش هياخد تبعيه. سي اون بلوا دو توم دو علي، انه جدول المواعيد بتاعت علي بقى الا ابوستروف. ها سؤال سهل ما فيهوش مشاكل بالنسبه لنا. ستين روب انه فستان طبعا بلو، لان جه بعدها كلمه كلير ودي درجه من درجات الالوان، واحنا عارفين ان صفات الالوان في اكتر من حاله بتخلي صفات الالوان دايما مفرد مذكر، منها ان يكون صفات الالوان مركبه او مطبوعه بدرجه من درجات الالوان مسبوقه بحرف الجر اون بعد سي، طبعا دي احنا عارفينها، فالاربع حالات دول اساسيين عندنا، ويضاف اليوم الحاله الخامسه اللي هما كلمه اورانج ومارون، ودول الصفتين المقررين عندنا ان هما ما بيتغيروش ابدا عندنا. مون ديكور مون سيبر كوبا، يعني صديقي بيسكن اباري في باريس. الجملة اللي بعدها بتقول جي ام بكو لاكتريس، انا بحب كتير الممثلات سوريونت المضحكين المشوشات يعني، يبقى جمع مؤنث. مون كوزان ابن عمي اشيفاليير، يبقى امونتي ركب، اي مونتي صعد او ركب. مون كوزان ماضي طبعا لانه قال ايه كلمه اير امس، فده ماضي مركب. جيشو انا بشعر بالحر بوار دولو، يبقى انا اريد شرب الماء يبقى جيفو. الجمله اللي بعدها انيمو، انيمو جمع مذكر هتاخد تو طبعا كل الحيوانات. لو سيتادا يعني سكان المدينه، ابيت دون ليفيل يبقى ابيت اخرها او ان تي تصريف صحيح اهو. اون لو تران بور فواياجير يبقى اون برون تصريف طبعا مع ضمير اون. دوما غدا جو في انا سوف اعوم في البحر، يبقى مي بيني مصدر فعل اهي، سو طبعا مصرفة على حسب الفعل اللي هو جو داكو. جون باس جون بيقضي فاكونس ان ايجيبت، يبقى جيستو يبقى سي فاكونس، لان احنا عارفين كلمة فاكونس جمع مؤنث، هي وكلمة لينات دايما جمع مؤنث الكلمتين دول. لا ليسونس لوبلي مسيو، يبقى ريبيتي كرر من فضلك الدرس يا مسيو. فوندردي يوم الجمعه، فوندردي ال دي كورس. طيب هلاحظ ان مفيش تصريف صحيح مع ال الا فافير. حد يقول لي الجمعه ما انت تكرار، لا اما تكون مسبوقه باداه معرفه يبقى لو فوندردي بتدل على التكرار ده المضارع، لكن طالما فوندور دي بس كده يبقى المقصود بيها اي فوندور دي. اكولير فاتي فواياجير طبعا مصدر فعل على اساس ان في فعل مصرف على اساس ان ده مستقبل قريب. مون بير فانو يعني والدي سوف، ها خلي بالك ان نو هنا مش الفاعل، لا ده جات قبل المصدر اللي هو اوفرير. نو في نو دو طبعا بعد دو بيجي مصدر فعل، يبقى نو بروموني نو بروموني عشان هنا الفاعل مين نو. الجملة اللي بعدها سي بورتابل، بورتابل طبعا محمول، دي كلمة مذكر هتبقى لو، كلمة بورتابل يعني المحمول أو جهاز التليفون. أون فيان دو فيرمي، فيرمي يعني لسه احنا قافلين المحل. فيان دو طبعا بيجي بعدها مصدر فعل. كوم اكسسوار ال شوازي ام براسيلي، يعني هي اختارت يبقى الا شوازي، ال ا شوازي هي اختارت ام براسيلي. تعالوا نشوفوا الامتحان اللي احنا هنحله النهارده، يلا بينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهات. أول جملة أو أول سؤال بيقول كال جانر دو سبور بريفيريفو، يعني أي نوع؟ إيش جانر؟ جانر يعني الرياضة، نوع الرياضة اللي أنت بتفضلها. أن جورناليست صحفي أبوزي سات كيستيون، وجه هذا السؤال أكلك جان لبعض الشباب الفرنسي. فواسي لي ريبونز، وها هي إجاباتهم. مارك عنده 15 سنة بيقول اون جينيرال، عامة جي ادور لو سبور ديكيب، انا بعشق رياضات الفرق. بارسكيل مي دون ليسبري دوكيب، لان بتديني روح الفريق. جي في دو باسكيت، انا بمارس الباسكيت. جي في الانترينمون 4 جور بار سومان، واذهب الى تدريب 4 ايام اسبوعيا. ميليني عندها 16 سنة بتقول بندو لي فاكونس، اثناء الاجازه جي بارتيسيبا دي كورس دي فيلو، وشارك في سباقات درجات. مي ولكن منطقه شوفال، ركوب الخيل سي ما باسيون، ده هوايتي. جي ديتيست، انا اكره الرياضات العنيفه كار ال سون دانجورو، لانها خطيره. أماليا دي ستون، عندها 17 سنة، بتقول لا جيم لا ناتاسيون، بحب السباحة، وأذهب إلى حمام السباحة الحي أثناء عطلة نهاية الأسبوع. فيكتور بيقول شاكيفير، كل شتاء أنا أخذ مون كاسك، خوذتي إي ماكورد، وحبلي. بوريس كالادير لامونتاني، لتسلق الجبل سي سبور دوجورو، هذه الرياضة خطيرة. مي موتيفون، لكن محفزة. الويكوند، في عطلة نهاية الأسبوع، جي في دو كاراتيه، أنا أمارس الكاراتيه دي جودو والجودو لسبور اكستريم، سي كل الرياضات العنيفة. سي كل رائعة. هذا البحث أو تحقيق عن الرياضة طبعا، مش الميل، مش الريف، مش وسيلة المواصلات. مارك براتيكا سبور، يعني مارك بيمارس رياضة كولكتيف طبعا، جماعية، لأن هو بيمارس رياضات الباسكت، مش مائية ولا فردية ولا خطيرة. بور ميليني، الرياضات العنيفة بالنسبة لميليني، الرياضات العنيفة بتكون خطيرة طبعا، دينجرو، مش رائعة، مش شيقة طبعا، غير محفزة طبعا، مش محفزة. السبور بريفيري دو ميليني، الرياضة المفضلة لميليني، بتكون الكيتاسيو الفروسية. تكلمت عن السباحة والباسكت الاسكالات، لكن هنا قالت الفروسية لا لكتاس. سي كيام لا ناتاسيون، مين بيحب السباحة؟ طبعا اللي بيحب السباحة ليا. بورفير دو الاسكالات، لممارسة الاسكالات. فيكتور ابيزوان دي انكورد، محتاج لحبل طبعا. كيمونو ده زي الجودو والالعاب القتالية. راكت طبعا، المضرب شبه الحصان. Voici quelques expériences de nos amis égyptiens. هي بعض التجارب لأصدقائنا المصريين. يارا بتقول لي الأسبوع الماضي je suis allé à la patinoire، ذهبت إلى ساحة التزلج. Avec mes deux enfants، مع طفلي إيمون ماري وزوجي. انتبه، يوجد كثيرا من الناس في عطلة نهاية الأسبوع، حاول أن تصل مبكرا. هاني بيقول منذ 3 أيام بناتي وأنا عدنا أو توجهنا إلى الباتينوار. سيني باشر، إنه ليس غالي. نو قطع دي كان لها عنوان تاني كان أقوى من كده شوي. داكو نو سافو بيي 150 ليفر إيجيبسيان، دفعنا 150 جنيه مصري بور أنا بريميدي لفترة الظهيرة de plaisir للمتعه. بروفيتي اون باسكي، يعني استغلوها او استفيدوا منها، استمتعوا بها. باسكو لا باتينوار فا فيرمير دون 15 جور، لان الباتينوار سوف يغلق في خلال 15 يوم. فريد بيقول انا مي كونسيي، نصحونا البارك داتراكاسيون، يعني جي اي سوي الي يير، انا ذهبت هناك امس افيك مي كوزان اي مون اونكل. لي مونتاني روس اي جينيال، بتكون رائعه.
اون سيبيا موزي استمتعنا كثيرا. مها بتقول هذا الصباح اخترت الذهاب الى المتحف مع جدتي ووالدي. نوزا فو دي كوفير اكتشفنا تاريخ بلدنا ولم نكن منزعجين. كانش الموضوع ممل يعني. هؤلاء الاشخاص بيتكلموا عن ايه؟ عن اجازتهم طبعا. لير فاكونس اجازتهم ولا بيتكلموا عن لير سوي امنيتهم ولا لير سورتي خروجاتهم ولا لير سبور بريفيري رياضتهم المفضله؟ لا، لير سورتي خروجاتهم. هم بيحكوا انهم خرجوا دي بعض التجارب لخروجه معينه، مش اجازه، مش اجازه كامله، هي خروجه بس. هم خرجوا طلعوا لان كل الاماكن مش تدل قوي على اجازه. شاكان دو سي بيرسون يعني كل من هؤلاء الاشخاص خرج، كل واحد خرج مع عيلته يعني بناته او جدته زوجته، يعني هنا خرج مع عيلته، فهنا عيله ان فامي في عائله. يارا نو كونساي، يارا بتنصحنا بان احنا نروح الباتينوار، احنا نروح الباتينوار بس حاولوا ان انتوا توصلوا مبكرا، يبقى ده ريفير تو ان نصل مبكرا على باتينوار. ان احنا ما نروحش نصل متاخر طبعا، ان احنا لا نصل مبكرا. هاني وبناته، هاني وايه وبناته راحوا اتجهوا توجهوا الباتينوار صح، يبقى ذهبوا الى الباتينوار مش المتحف، لا بارك دا تراكاسيون مونتاني روس طبعا. او بارك دا تراكاسيون يعني في البارك دا تراكاسيون فريد ايمي لمونتاني روس طبعا. بيت الرعب عندنا الزحليقة الباتو بيرات اللي هو مركب القراصنة. مها ايسي بارون، مها ووالديها اوميزي يعني قضوا لحظات جميلة. هم قضوا لحظات جميلة في المتحف. ما هم اتضايقوا طبعا ولا لم يذهبوا ولا كانوا غير سعداء؟ لا، هم كانوا سعداء بالموضوع. تعالوا المواقف فودي كريفي، انت تصف السوبر ماركت لحيك طبعا، للحي بتاعك يعني. فبتقول في السوبر ماركت يوجد كثير من في حي يوجد كثير من السوبر ماركتات، لا بيتكون من 7 اقسام، ده وصف كويس لي. بحب اتسوق في سوبر ماركت بتاع حي، انا بذهب مع والدتي الى السوبر ماركت طبعا. احنا خدنا الاختيار نمبر بي. فوز انديكي، انت بتحدد سيكو فوفات على فيرم، بتعمل ايه في المزرعه؟ بجمع فاكهه، بتسوق، بلعب كره قدم، بعمل واجباتي، يبقى بجمع فاكهه. نعرفين فيرب رمسيه يعني يجمع، فيرب كويه يعني يقطف، وهكذا او يجمع برضه. بور فوز انفورمي سيغ لوبري، الاستعلام عن سعر وجبه. فانت بتقول كيف تكون الوجبه، ولا هذه الوجبه بكام، ولا كام وجبه تتناول يوميا، ولا اي وجبه تفضل انت؟ طبعا احنا خدنا الجمله عندنا. انا مي صديق فوديموندي بيسالك فوترو ليو بريفري، عن مكانك المفضل بور باسيلي فاكونس لقضاء الاجازه، انت هتقول له ايه؟ لا ده ماذا هو يقول؟ هيقول لك كاسكو تي فا، لا واسك، اين تذهب اثناء الاجازه، ولا متى ترحل في اجازه، ولا مع من تقضي الاجازه، ولا كيف ترحل في اجازه. طبعا اين يسالني عن المكان. انت بتسال صديقك اي رياضه فرديه هو يمارس، فماذا هو يقول؟ طبعا رياضه الركبي رياضه جماعيه، الباسكت بول رياضه جماعيه، الهاند بول جماعيه، اما البوكس هي رياضه فرديه. vous acceptez l'invitation، انت بتقبل دعوه صديق بورسورتي للخروج، كاسكو فو دي، ماذا فوديت، ماذا انت تقول؟ طبعا عملت دعوه هقول وي، ولكن انا مشغول، ولا هقول وي دي فكره جيده، ولا هقول انا ما عنديش الرغبه في الخروج، ولا هقول شكرا لدعوتك بس مش حاضر اجي. طبعا انا قبلت، اكسبت، اكسبت، يبقى نعم انها فكره ايه جيده. بيير موا بيير وانا اونا لو دينار. لا لا، خلي بالك من الجمله دي كويس قوي. احنا تناولنا العشاء، مش هينفع ناكل، ناكل دي مستبعده. الوجبات بتيجي دايما مع فيرب براندر يتناول. طيب نكمل الجمله كده، العشاء في المطعم. طب احنا دعينا العشاء في المطعم، مش نافعه. احنا تناولنا، انا عندي 2 يتناول، بري وبرون،
طبعا هاخد بري لان ده اسم المفعول من براندر، عشان هنا فيرب ايه افوار، فاذا هو حاطط هنا التون بتاع الجمله دي زمان الجمله اللي قدامي زمانها في الباسيكوم زي الماضي المركب، واسم المفعول من براندر بري. سامي يقرا روايات كو، في كو يبقى في مقارنه طالما قبلها اسم، يبقى خد حاجه فيها دو، يبقى ما عنديش الا اوتون دو، وزي ما قلنا بكودو مستبعده ليه؟ عشان في كو في الجمله، فانا عايز مقارنه. ومقارنة الأسماء يا إما بلي دو يا إما أوتون دو يا إما موان دو. طيب كي أتنتي من تنتظر، أنه أنا لا أنتظر يبقى في نفي. طب هنا هنا كان في كي يبقى هاخد بيرسون، لأن بيرسون فيها بإيه؟ بكي. لو جاتو إي ديليسيو يعني الجاتو لذيذ، كل منه يبقى أون، يبقى هاخد نمرو أ. اللي بعدها إكيب، وأنا عارف إن إكيب دي مفرد ولكن مفرد مؤنث، يبقى هناخد كلب. اون سيدي بلا سنتر لجران فيلا، نحن نتنقل بين المدن الكبرى. اون كار طبعا في السياره، لانه كار دي اختصار لكلمه اوتو كار. اليا فواياجي غالبار، يوجد كثير من المسافرين في المطار. طب هي ينفع مشو ليه احنا ما خدناش كومبيان؟ ما هي الكومبيان محتاجه دو، ما هو ينفع. كم من المسافرين يوجد في المطار؟ لو كان في دو كنا خدناه، لكن هنا هاخد بكودو عادي خالص. ماشي. لو تران نو اريتي على جار دو طانت. خلي بالك لو تران هو الفاعل، لابد الفعل يبقى زو ضميرين، يتوقف لا يتوقف في محطة طانت. أميرة بياريفيزي رجعت كويس، طريقة المراجعة رجعت كويس جرامير. طبعا دول كلهم صفات، محتاجين في اثنين صفات بون وبون، والتري محتاجة صفة بعدها. جي مامير، أنا بحب والدتي وأنا قدمت لها هدايا، قدمت لها فيربو أوفري. ما زلنا بنكرر، معلش ها، راجع واكتب مواضيعك. في بعض الطلبة المميزين، وأنا حتى يمكن ما راجعتش مواضيعهم لسه حد الآن وبعتذر، ولكن هراجع المواضيع بإذن الله، أو هكتبها لهم بالطريقة المميزة بحيث تبقى سهلة بالنسبة لهم في الحفظ، يضاف إليها إن هم ياخدوا بالهم من شوية أمور معينة. En fait les achats au supermarché à quelle heure vous allez au supermarché؟ في أي ساعة تذهب إلى السوبر ماركت؟ جملة سهلة. هقول je vais au supermarché à 8h، الساعة 8 مثلا. Qu'est-ce que vous achetez؟ ماذا تشتري؟ J'achète deux fruits de légumes، أنا بشتري خضروات وفاكهة. بقت لذيذه قوي الجمله بالنسبه لي. طبعا اكتب كيف تقضي عطله نهايه الاسبوع الاخيره، قضيتها ازاي في الريف، انشطه الريف هقولها، بس هصرف افعالي في الباسي كومبلي مش في البريزون، يعني هصرفها في الماضي المؤكد. داكو. الامتحان رقم 8 فيل او كومباني، موضوع حلو جدا يمكن هينفعنا في الموضوع اللي لسه واخدينه في الدرس الامتحان السابع. جو مابيل كمال، انا اسمي كمال، جابيت على كومباني، انا بسكن في الريف. Dans une maison qui a plus de 50 ans. يعني في منزل اللي بقاله أكتر من 50 سنة. أزيد من 50. La maison est dans un petit village. يعني المنزل في قرية صغيرة. J'adore vivre ici parce que c'est tranquille. أنا بعشق العيش هنا. إن أنا أعيش هنا يعني لأنه هادئ. كلمة ترانكيل يعني هادئ. بتسوي كلمة كالم. أيوة برافو عليكم. إن يا بابو كود أوتوبيس، لا يوجد كثير من الأوتوبيسات أو دوفاتير أو سيارات. إلغي سون بروبرو، الشارع بتكون نظيفة. دونك فو بوفي فو بروموني كالمون، يعني أنت ممكن كالمون، يعني ممكن تتنزه بهدوء. Vous pouvez même laisser vos portes ouvertes، ممكن تسيب أبوابك مفتوحة. قرية بقى. Personne ne va vous voler. مش حد هيسرقك. On connaît tous les voisins. عارفين كل الجيران. Et à la fin de la journée, في نهاية اليوم, on se rencontre sur la place principale boulevard. بنلتقي في الميدان العام أو في الساحة العامة بتاعت القرية كده، وبيقعدوا يرغوا سوا. Comme il n'y a pas beaucoup de faire le soir, عشان ما فيش حاجات كتير نعملها في المساء. On s'y couche tout. ننام مبكرا. ننام مبكرا. إن يا بادو تياتر، ما فيش تياتر، ما فيش سينما.
أو دي سينما داكو il n'y a pas de musée ما فيش متاحف mais les enfants avec les enfants peuvent jouer dans leur rue يقدروا يلعبوا في الشارع أو dans les champs أو في الحقول ils peuvent avoir des animaux ممكن يبقى عندهم حيوانات on dort très bien parce que il n'y a pas de bruit احنا بننام كويس جدا عشان ما فيش ضوضاء La seule son, صوت الوحيد كي اون اتون سي لو شان دي زوازو غناء العصافير فيفر على كومبانيا اي سوبر جينيال يعني الحياة في القرية بتكون رائعة جدا طبعا تعرفين ان سوبر يعني بتعتبر ظرف برضو كصفة كمال ابيت دون زين ميزون ا سانكونتون منزل بقاله أكثر بلي دو سون كونتون بلي هو البلي دو سون كونتون أكثر من 50 سنة يعني سي دو سون كونتون داكو كمال ديكري كمال بيصف قريته طبعا سون فيلاج قرية بتاعته على كومباني لي فوازان سي رينكونتر سيغ لا بلاس برينسيبال على الميدان الرئيسي بيلتقوا في الميدان الرئيسي حسب رأي كمال لا في على كومباني جونيال الحياة بتكون رائعة خلي بالك ان الثلاث صفات دول سلبيين سيء سيء صعب جدا لماذا ننام جيدا لان مفيش ضوضاء باسكو اني با دو بروي لان مفيش ضوضاء لان في الدنيا بتمطر كتير لان الابواب بتكون مفتوحة لان العصافير بتغني أين الأطفال يستطيعون أن يلعبون في الحقول والشوارع دون لي شان اي لي ري ولا في النادي ولا في المنازل طبعا بيلعب هتبقى ولا في جيمناز في صالة الألعاب في القطعة اللي قدامي ساليج مع بيل زوي انا اسمي زوي جي سيزون عندي 16 سنة اي جي سوي ان دوزيام اني وانا في الصف الثاني مون باستون بريفيري وقتي وقت الفراغ المفضل سي لا ميوزيك او هوايتي المفضلة سي لا ميوزيك J'écoute de la musique, je m'écoute de la musique tous les jours, tous les jours. J'écoute principalement Céline Dion. Je m'écoute de Céline Dion parce qu'elle est ma chanteuse préférée, elle est ma chanteuse préférée. J'adore sa voix, j'aime la musique, j'aime la musique, j'aime la musique et les paroles de ses chansons et les kalimates à gagner. J'aime sa façon de s'appeler, j'aime la traiter dans les lips, sa personnalité, et son accent un peu canadien. Et elle est la traiter un peu canadienne. Salut tout le monde, مرحبا كل الناس. Je m'appelle Mathilde, je suis Mathilde, j'ai 17 ans, je suis en 3e année, en 3e année, j'adore la musique, j'aime la musique, j'aime le piano, la flûte. Quand je rentre à la maison, quand je suis allé à la maison, après l'école, après la madrasa, je joue de la musique, je joue de la flûte, je joue de la flûte. Bendoz une heure, le mode de ça, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, au mon chat. وقت يا أدور صعب يعشق هذا جوني بادو دو بيانو أنا ما عنديش بيانو في المنزل ميتو لو سامدي ولكن كل يوم سبت جيفي أو كونسرفاتوار كونسرفاتوار أنا بذهب إلى الكونسرفاتوار الكونسرفاتوار ده بتاع المزيكا يعني بلي تارد فيما بعد جيفو أتر ميزوسيان عايز أبقى موسيقية محترفة أحب أيضا السينما اي نافيغور سير انترنت وتصفح على الانترنت Zoé écoute de la musique parce qu'elle veut être musicienne, parce qu'elle joue du piano, parce qu'elle adore Céline Dion. Elle est en musique parce qu'elle est tâche Céline Dion. Céline Dion. La neuf sortie là. Céline Dion a un accent canadien. Elle a canadien choix. أزوي إي ماتيلد عندهم طبعا عمر مختلف 16 و 17 يبقى عمر مختلف ولكن لا فيش عمر هم بتكلموا عن الهواية هم عندهم طبعا هواية واحدة اللي هي الموسيقى اختلاف الهدف في الموسيقى لكن هم الاثنين بيحبوا الموسيقى ماتيلد إم ماتيلد بتحب الانترنت طبعا لأنها بتحب التصفح على الانترنت الكلاب سيلين ديون سبور لا أمنيت ماتيلد إنها تبقى موسيقية ميزيسيان دي أتر ميزيسيان مش إنها تشتري بيانو ولا تلبس زي سيلين ديون ولا طبعا إنها تكون في سنة تالتة
Mathilde va au conservatoire كل يوم سبت مش كده شاك سامدي يبقى شاك سامدي كل يوم سبت لأنها بتقول كل يوم سبت أنا بروح. Votre ami صديقك vous demande بيسألك oh vous achetez de lentilles أين تشتري العدس؟ العدس طبعا جميل في الايام البرد في محل بقالة مش الجزارة مش الخباز المخبز يعني مش الصيدلية. لو باتيسير الحلواني فو ديموند بيسألك عن كمية الجاتوه اللي انت عايزها فماذا هو يقول؟ بيقولك كم تتكلف دستة الجاتوه ولا لكم شخص تريد الجاتوه ولا كم قطعة من الجاتوه تريد انت ولا ما سعر الجاتوه؟ طبعا هو هيسألني هيقولي كم قطعة. طب ما هي كم شخص تريد كم شخص يريد الجاتو؟ لا كم شخص ده بيسأل عن عدد الأشخاص العزيز لكن الكانتيتي بتاعت الجاتو يبقى كومبيان دو مارسون. كومبيان دو مارسون يعني كم قطعة. تنسوش دعمنا طبعا بلايك للفيديو وتعليقاتكم مهمة جدا لأن ده زي ما قلنا هو الدافع الأقوى اللي بيخلينا نستمر في الكتاب بقوة. فودي مونديا انا مين؟ انت بتسال صديق الاسبور برا نوتيك العلم اي رياضه مائيه. كلمه نوتيك او اكوتيك يعني مائيه. طبعا البوكس والدلتا بلان والتنس مش مائيين هو الناتاسيون هي السباحه هي المائيه عندنا لان طبعا دلتا بلان ده طيران شراعي. فوز انديكي انت بتشير لسائح عن وسيله المواصلات ليذهب الى المتحف فبتقول له ده متحف مشهور في المتحف يوجد اثار السياح بيحبوا هذا المتحف تقدر تاخد المترو دي وسيله المواصلات المشار اليه. فو كوموندي او سيرفير يعني تطلب من الخادم سيكو فو ديزيري ماذا ترغب؟ الجرسون بتقول له انت عايز ايه؟ فبتقول له احضر لي بيتزا ولحمه دي جملة صحيحة ولا انا عاوز 2 كيلو سوسي سون سوجو ولا اريد 2 كيلو لحمة ولا انا عايز ملابس ملونة. فورا كونتي انت بتحكي لصديقك سكو فو زافي في على فيرم ماذا يفعل في المزرعة؟ ماذا تفعل في المزرعة؟ تفعل ماذا فعلت؟ خلينا نركزوا هنا افي فو يبقى فعلت يبقى لابد الزمن يبقى ماضي هو حاطط الاربعة ماضي. طيب انا اطعم الارانب دي جملة صحيحة ولا امارس التزلج ولا طبعا امارس السباحة ولا ازور المتحف. تعال نشوف الجرامير. افيفون فوايا لانفيتاسيون هل ارسلت الدعوات؟ شوف شوف جي انفوايا لو لاحظت انفوايا واخدة تبعية يبقى اكيد اسبق افوار مفعول مباشر سبق قلنا ده في الماضي المركب يبقى هناخد ليه لانها عايدة على الدعوة. يير امس عادل ومونا سيسون عادل ومونا دول جمع مذكر لان في مذكر هنا سيسون بروموني هاخد تبعيه اس بس وخلاص. كون طبعا هنفي الجمله هنفيها بجامي كون اما الاقي كون في الجمله متى ذهبت الى السيرك انا ما روحتش خالص يبقى على طول باخد جامي. ايكيبمون اتي بيزوان بور فير دو تنس يعني معدات طبعا محتاجه مني كال داكور يبقى كان مذكر دوكال لان في بزوان هنا ما تلاقوا بزوان دايما اختاروا يا دوكوا يا دوكال حاجه مسبوقه بدو دايما. سوكاير هذه الكراسات سون سمير وهاله بتكون بتاعه سمير وهاله يبقى سي سون لو كاير لان سمير وهاله بيعدوا ضمير الى فيك اس الى فيك اس دي بتاخد لوغ ولوغ ولوغ فيك اس طبعا الاسم اللي بعد النقط جمع فهاخد لوغ هو مش جايب غيرها. Mon fils s'énager dans la rivière يعني ابني بيعرف يعوم في البحيرة. طبعا عارفين لما بيبقى في محدد بستبعد on واستبعد oh داكور. بور بقى من اجل او لي معناها مش مناسب. على ستاسيون دو التحرير في محطة التحرير je vais descendre انا هنزل من المترو لان احنا عارفين ان verb descendre معناها ينزل دو زائد وسائل مواصلات زائد اماكن. لو ماتش المباراة فا كومونسي سوف تبدأ. شوف انا قلت فالي عشان لقيت دون زائد سانك مينيت يبقى دون يبقى هاخد فا كومونسي دان سانك مينيت سوف تبدأ في خلال خمس دقائق. جيني بوبا مارشي انا لن استطيع المشي. جي مال على جنب انا عندي ألم في الأقدم يبقى جي مال افوار مال أفوار مال طبعا مش هقول انا بشعر بالعطش ولا بشعر بالخوف ولا انا ايه جعان.
طيب تعالوا بعد كده الزون، خدوا فعل ماضي مركب مش واخد تبعيه لان افوار ما تاخدش تبعيه، هو قضى اوقات اجازه سعيده في فرنسا. احنا بنتسلى في الاجازه كتير، اين تقضي اجازتك؟ فاقول جي باس مي فاكونس على بلاج. طيب وايه الانشطه اللي انت بتمارسها هناك؟ يبقى جي في دو لا ناتاسيون، انا امارس السباحه دي كيتسيرف والكيتسيرف. ميرسي بورفو، شكرا ليكم. وطبعا اكتبوا على الرياضه المفضله، الموضوع سهل بالنسبه لنا. طبعا ميرسي بورفو، منتظر تعليقاتكم ولايكاتكم ودعمكم للقناه باذن الله. وفي اطيب حال مستمرين في الكتب كلها، مش هنسيب كتاب، ممكن بنتاخر شويه، انتوا عارفين رمضان ظروف صعبه شويه، وفي رعايه الله.